R H C S A R H C E Egypt. Introduce Red Hat Certified System Administrator, Red Hat Certified Engineer. طيب تعالوا نكمل الموضوع بتاعنا بقى، تعالوا نكمل الموضوع بتاعنا. وانا بس عايز برضو قبل ما اخش في الويب سيرفر ناخد شوية حاجات كده في سكتنا واحنا ماشيين، لان تبقى مدخلنا برضو للويب سيرفر هو كمان. فبما اننا خدنا الجي بي جي، تعالوا ايه، تعالوا نكمل حاجة صغيرة قبل الويب سيرفر كمان، اللي هو كان الاس اس اتش. خلاص، فتعالوا كده بسرعة. الاس اس اتش بسيط وسهل قوي. تعال نتكلم كده على الـ SSH. واحد فيكم هيقول لي يا عم انت بقالك كتير قوي كل يوم تكلمنا عن الـ SSH ده، وكل يوم نستخدم كوماند زي SSH والراجل اللي اسمه روت ات وبعد كده الـ IP، ايه اللي انت بتعمله كل يوم ده؟ تعال كده نتكلم باختصار شديد. بص يا سيدي، انت عندك مكنة موجودة اهي، المكنة دي هي السيرفر بتاعك. خلاص؟ وفي عندك هنا المكنه دي متوصله بشويه ماشينز كده او ديسك توب ماشينز وديسك توب مكنه ثانيه وديسك توب مكنه ثالثه. بالمنظر ده حلو الكلام. جه الراجل الامور ده، عايز الراجل ده شغال ادمن. خلاص، والراجل ده يا سيدي اقول لك ايه، الراجل ده يوزر عادي اسمه يوزر واحد مثلا، والراجل ده مثلا يوزر اسمه علي. حلو الكلام. انا عايز اخلي الراجل الموجود هنا ده او اليوزر الموجود هنا ده اللي اسمه ادمن ده يتعامل مع المكنه دي كانه قاعد على المكنه دي، كانه موصل كده كيبورد في المكنه وكانه موصل كمان ماوس صغير في المكنه كده. انا عايز الراجل ده يتعامل معاه. طب هو انت اصلا لما تقعد على المكنه دي يكون موصل كيبورد وماوس، بتعمل انت ايه؟ ايه اللي انت بتعمله؟ انت بتانتراكت مع المكنه دي، بتقعد تدخل اوامر والمكنه بترد عليك، صح؟ مش حاجه اكتر من كده. طيب انا عايز بالظبط اوصل لنفس الحاله دي، ان انا اخلي الراجل ده قاعد في مبنى والراجل ده قاعد او السيرفر ده موجود في مبنى تاني، او الراجل ده قاعد في بيتهم والسيرفر ده موجود في الشغل، او الراجل ده موجود في مصر والسيرفر ده موجود في امريكا. ايه رايك؟ هي نفس الكونسبت. خلاص، ان انا لو قدرت بشكل ما اخلي الراجل ده يعمل لوجن على المكنه دي كانه قاعد موصل كيبورد عليها وشاشه عليها كده وقاعد يتفرج، يعني وصله هنا كده كمان شاشه وقاعد يتفرج كده، ايه اللي بيحصل؟ عايز اوصل للكونسبت ده في النهايه، ان انا اخلي الراجل اللي قاعد بعيد دون اللي هو قاعد ريموتلي بمعنى ادق يعني كانه قاعد لوكالي على المكنه دي. خلاص، طيب اتعمل التطبيقات الحكايه دي وبدأوا بحاجة زي التلنت. التلنت ده كان معمول من زمان قوي. التلنت ده كان بيسمح للراجل ده ان هو يفتح سيشن مع المكنة دي ويبدأ يكسكيوت كوماندز عليها ريموتلي، وكانت شغالة تمام وزي الفل. خلاص، طيب مشكلة التلنت كانت في حاجة صغننة قوي. مشكلة التلنت كانت في حاجة صغيرة قوي، ان هو بيبعت الكلام على الشبكة كلير تكست، بيبعت اللوجن بتاعك كلير من الاخر كده زي ما هو. خلاص، طيب ده اول حاجه. طيب التلنت كمان اتعمل منه ابلكيشنز تانية زي ار اس اتش او ريموت شيل وزي الار لوجن، ودي كانت عباره عن بروتوكول زي التلنت، زي التلنت بالظبط. دي كانت عباره عن بروتوكول زي التلنت، بروتوكولز مختلفه يعني، مو نفس الكونسبت. المهم ان هم دول كلهم بيبعتوا الكلام على الشبكه ايه، كلير تكست برضه. طيب بعد كده الناس طورت الدنيا وعملت حاجه اسمها سكيور شيل، سكيور اس اتش او سكيور شيل. سكيور شيل اللي احنا بنسميه النهارده اس اس اتش. طيب ايه الجديد في الاس اس اتش ده؟ الجديد في الاس اس اتش ده اللي هو بينكريبت السيشن بتاعك. خلاص،
طيب هتقولي طب احنا خدنا ليه النهارده الكلام ده يا عم، كنت سيب الكلام ده على بقيه تراك السكيورتي يعني، او الجزء بتاع السكيورتي بتاع التراك. هقول لك لا، احنا خدنا الجي بي جي صح، خدنا الجي بي جي، وقلنا الجديد في الجي بي جي ان هي بتستخدم حاجه اسمها البابليك كي انفراستراكشر، او بتستخدم بابليك كي وبرايفت كي بيرز. اهو الاس اس اتش بقى بيعمل نفس الحكايه. فاكرين اخر حاجه قلتها في الجي بي جي؟ ما سالتكم ايه الاحسن، ان انا استخدم السيمتريك ولا الاسيمتريك؟ حد فيكم فاكر السؤال ده امبارح؟ وبعد كده قلت لك خليك صايع بقى واستخدم الهايبريد، لا ده ولا ده، ما تعتمدش على واحد من الاثنين، اعتمد على الاثنين في نفس الوقت صح؟ او الاس اس اتش بقى من صياعته بيستخدم نفس الميكانيزم دي، بيستخدم الهايبريد انكريبشن. ايه ده؟ ما تقولي سكيور ازاي؟ تعال اوريك وهنشوف. بيستخدم ميكس فعلا. بص يا سيدي، ده عندك ده سيرفر موجود اهون، وده هنا كلاينت كده، الراجل ده قاعد على المكنه بتاعته اهون، الراجل ده عايز يكومينيكيت مع السيرفر ده، حلو الكلام، فعايز يفتح كده تشانل يكلمه عن طريق. ايه اللي هيحصل كالاتي، الراجل ده هيحاول يلوجن على السيرفر ده، حلو، هيروح السيرفر باعت البابليك كي بتاعه لمين؟ للكلاينت. يبقى ده الاول هيحاول يعمل لوجن، تراي لوجن. لو قدر يوصل السيرفر والسيرفر رد عليه او كان بيسمح له ان هو يعمل لوجن، هيقول له خد البابليك كي بتاعي، خلاص هيروح السيرفر واخد البابليك كي بتاعه بتاع السيرفر دون، يبقى اسف الكلاينت هياخد البابليك كي بتاع السيرفر، بقى الكلاينت داخل البابليك كي بتاع السيرفر خلاص، وروح عامل جنريت لراندم نمبر، او خليها راندم سيشن كي، جنريت راندم سيشن كي، وبعد كده يعمل انكريبت بالراندم سيشن كي دي بمين؟ بالبابليك كي ده. يبقى هيستخدم بابليك كي ده عشان يعمل انكريبت لمين؟ للسيشن كي دون، حلو الكلام. يبقى الراجل ده هيروح باعت رساله تانية فيها مين دلوقتي؟ فيها السيشن كي معمول لها انكريبشن بمين؟ بالبابليك كي بتاع مين؟ بتاع السيرفر ده. طب دلوقتي حاجه معمول لها انكريبشن بالبابليك كي، مين اللي يفكه هنا؟ البرايفت كي صح؟ مش انا عملت انكريبت بالبابليك كي بتاع السيرفر؟ اللي يفكه مين؟ البرايفت كي بتاع السيرفر. يروح السيرفر ده عامل ايه؟ عامل ديكريبت للسيشن كي اهو، هيعمل ديكريبت مستخدما مين؟ مستخدما البرايفت كي بتاعه، بتاع السيرفر نفسه قصدي. قدر يعمل ديكريبت للسيشن كي، هيبدا يكلم الراجل ده على انكريبتد سيشن اللي مسؤول عن، او السيشن دي السيشن كي بس مين اللي يعرفها؟ يعرفها شخصين اتنين بس، اللي عمل السيشن كي اصلا نفسه، اللي عمل السيشن كي هو نفسه، ومين كمان؟ واللي قدر يعمل لها ديكريبت، اللي هو مين؟ اللي هو الشخص اللي معاه البرايفت كي صح؟ والسيشن كي ده بيكون كبير قوي او طويل قوي كده، لدرجه ان هو من الصعب جدا ان حد يفكه، حاجه من شبه مستحيله يعني. طيب السيشن كي ده بقى بفضل لنفس السيشن زي ما هو، يعني السيشن كده بفضل سيمتريك لنفس السيشن. جيت قفلت السيشن فتحت سيشن جديده، ايه اللي بيحصل؟ السيشن كي ده بتغير من اول وجديد بس خلاص. يبقى انا كده عملت حاجه ظريفه جدا، استخدمت البابليك كي انفراستراكشر، او استخدمت البابليك كي انفراستراكشر عشان اعمل ايه؟ عشان انكريبت سيشن كي. يبقى انا كده ضمنت ان السيشن، عشان انكريبت سيشن كي، يبقى انا ضمنت كده ان السيشن كي بتاعي هيتنقل بشكل ايه؟ سكيور جدا جدا. تاني حاجه استخدمت سيمتريك كي اللي هو سيشن كي دون، عشان اضمن الكونكشن بتاعي ايه؟ عشان اضمن الكونكشن بتاعي حضرتك يكون سريع جدا برضو. يبقى انا كده حققت المعادله صح؟ ده اللي الاس اس اتش بعمله، ودي الصياعه بتاع الاس اس اتش. خلاص كده؟ خليك فاكر الحته دي. خلاص؟ يبقى اوعى تكون فاكر ان الاس اس اتش ما بين الكلاينت والسيرفر بيفضل على مدى طول ما السيشن مفتوحه اسيمتريك، لا هو بيشتغل اسيمتريك بس عشان ينكريبت سيشن كي، بمجرد ان هي اتعمل لها انكريبت
واتعمل لها ديكريبت عند السيرفر او عند الطرف الثاني، اوتوماتيك بيبدا يشتغل على مين؟ على السيشن كي اللي هي اصلا سيمتريك. خلاص ماشي يا ريس، حد عنده اي مشكله كده؟ حد عنده اي مشكله؟ كلام جميل. طيب عايز اقول لك بقى على حاجه، تعال انزل تحت كده، تعال اقول لك على حاجه صغننه كمان عشان نتفق على شويه اتفاقات. اول اتفاق عندك، اول اتفاق عندك ان ده السيرفر اهو وده الكلاينت اهو. لو افترضت ان دي الماشين واحد ودي الماشين اتنين عشان اديها اسماء تبقى مميزه بالنسبه لنا، ودي الماشين اتنين اهي، ايه بقى يا سيدي اللي عايز تقوله؟ اللي عايز اقوله ان حضرتك كل مكنه باي ديفولت اول ما تنستول الاس اس اتش، بمجرد ان عملت انستول للاس اس اتش سيرفر، ايه اللي هيحصل؟ الاس اس اتش سيرفر ده هيعمل اوتو جنريت لبابليك كي وبرايفت كي للمكنه دي. تاني تاني تاني، بمجرد ما حضرتك بتنستول الاس اس اتش على اي مكنه، بيتعمل بابليك كي وبرايفت كي او سيكريت كي للمكنه دي. خلاص، حد عنده مشكله في الحته دي؟ طيب حاجه كمان، ممكن مش ممكن، الطبيعي ان كل يوزر عندك يكون له هو كمان بابليك وسيكريت. كل يوزر هيكون له بابليك وسيكريت مختلفين عن بعض. لا انا قلت للمكنه، انا قلت للمكنه نفسها في الاول. طب هو ليه يا عم، هو ليه عمل للمكنه نفسها في الاول وبعد كده بترجع تقول لي ممكن اعمل لكل يوزر ليه؟ هقول لك، لان لو كان عندك اليوزر ده انت بتعمله بايدك اوبشنال. طب لو انت ما كنتش عملت باليوزر، السيرفرين دول هيكومينيكيت مع بعض ازاي؟ قال لك لو انت ما كنتش كريت بابليك وبرايفت كي لليوزر، اوتوماتيك هتتكلم عن طريق مين؟ البابليك والسيكريت او البابليك والبرايفت كي بتوع مين؟ بتوع المكنه بتاعتك. خليك فاكر الحكايه دي. خلاص، يبقى انت اوتوماتيك اول ما انستول اس اس اتش بيعمل بابليك وبرايفت كي للمكنه دي. طيب لو المكنه دي كان عليها يوزر له بابليك وبرايفت، هيستخدم بابليك وبرايفت بتاع اليوزر. طب لو كان يوزر لسه ما اتعملوش جنريت البابليك والبرايفت كي بتوعه، خلاص هيستخدم بتوع مين؟ بتوع المكنه. خلاص كده، خلاص. حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ طيب كلام جميل زي الفل. طيب من المميزات بتاع الاس اس اتش ده بقى، او هديك كمان حاجه كمان اتفق عليها، الحاجه الثالثه اللي اتفق عليها كمان يا سيدي، اللي هي ايه؟ اللي هي كالاتي. بص يا معلم، انت عندك برضو سيرفر اهو، وعندك هنا سير يوزر واحد عايز يكونكت ويوزر اتنين عايز يكونكت، الراجل ده رقبته متطوحه شويه كده، ويوزر ثلاثه عايز يكونكت، ابا يوزر وادا يوزر وادا يوزر. الاس اس اتش بيديني امكانيه، بيديني امكانيه، احنا قلنا كل يوزر دلوقتي في الحاله الطبيعيه، فالحاله الطبيعيه هيكون له ايه؟ هيكون له بابليك وسكريت كي، بابليك وسكريت كي، او بابليك وبرايفت كي، بابليك وسكريت كي. تمام، انا ممكن اجي عند الكلاينت ده، ممكن اجي عند الكلاينت ده، اسف على السيرفر ده، اسف، اقول له الكلاينت ده حضرتك، الكلاينت ده لو جالك ببابليك كي كذا كذا كذا، اعمل له اوثنتيكيت من غير يوزر نيم وباسورد، هعمل له حاجه اسمها كي بيزد اوثنتيكيشن. ايه كي بيزد اوثنتيكيشن ده؟ هاجي في الكونفيجريشن هنا كده وهقول للسيرفر، يا سيرفر خلي بالك، لو حد جاي لك، لو حد جاي لك البابليك كي بتاعه كذا كذا كذا، اسمح له يلوجن عندك من غير يوزر نيم وباسورد. خلاص، طيب ده كمان اتفاق. حاجه كمان، او هقول لك بس ميزه كمان موجوده في الاس اس اتش ده، الاس اس اتش ده كان فيه منه نسختين، في فيرجن واحد في فيرجن اتنين. فيرجن واحد دي خلاص انتهت فعليا، خلاص ما عادش سكيور، انتهت، حصل اتاك عليها، اقول لك ايه، والميكانيزم بتاع الانكريبشن اللي كانت شغاله بيها اتعرفت قبل ما كنا نتنقل للبابليك كي اوثنتيكيشن. ففيرجن واحد دي انسى انت تستخدمها، احنا شغلنا دلوقتي على مين حضرتك؟ على فيرجن 2. طيب الاس اس اتش ده من مميزاته كمان، من مميزاته يا سيدي، اللي هو بيعمل لك حاجه اسمها اكس ليفل فوروردنج. حد فيكم فاكر اكس دوت اورج؟
في الاول خالص اتكلمنا على حاجه اسمها اكس دوت اورج. ماشي نقول اكسيت اورج دي قلنا دي كانت منظمه هي اللي عملت اساسا حاجه اسمها الاكس بروتوكول. الاكس بروتوكول ده كان لازمته ايه؟ ان هو يرسم لك الجرافيكس على الشاشه بتاعتك، يعمل لك كده منيو او تعمل لك زوار بالمنظر ده. ده الاكس بروتوكول بس. ده البروتوكول اللي كارت الشاشه بتاعك هيستخدمه عشان يكلم البروسيسور يقول له لو سمحت انا عايز ارسم حاجه على الشاشه. هو ده الاكس بروتوكول. طيب الاس اس اتش بقى حضرتك بيسمح بحاجه اسمها اكس 11 فورواردنج. اكس 11 فورواردنج، اكس 11 فورواردنج دي بتاعها هقول لك عليها كده ببساطه. بص انا عندي مكنه اهي وانا عندي كلاينت. الكلاينت ده هو كمان عنده مين؟ عنده الجهاز بتاعه هو شغال. تخيل المكنه دي عندها مثلا برنامج يا سيدي زي فايرفوكس مثلا. ايه رايك؟ مثال اهو. الفايرفوكس ده المفروض شغال فين او متسطب فين على المكنه دي؟ هل ينفع لو انت شغال تلنت، لو انت شغال تلنت تشوف ابلكيشن جرافيكال يوزر انترفيس او تشوف ابلكيشن في الجي واي؟ لو حد فيكم اشتغل تلنت هيقول لك مستحيل ما ينفعش. طب مع الاس اس اتش؟ اه ينفع مع الاس اس اتش. ازاي يا ريس؟ قال لك ده انا هعمل حاجه اسمها اكس 11 فورواردنج. يعني ايه برضه؟ يعني هاخد الابلكيشن بتاعك ده بدل ما هعرضه على الشاشه دي هقول له روح اتعرض على الشاشه اللي هناك دي وهيظهر لك ويشتغل زي السكينه في الحلاوه. خلاص؟ فبينقل عرض الابلكيشن على المكنه اللوكال دي لمين؟ لمكنه ثانيه خارجيه خالص. ده باختصار شديد جدا اكس 11 فورواردنج يعني. بدل ما اخش في فيلم طويل اللي هو بيشرح فيه. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. ايه كمان؟ ايه كمان؟ بيتهيألي كده ممكن نخش على طول على الكونفجريشن بتاعه. نخش على الكونفجريشن لان في حاجه ناسيها بس مش فاكر ايه لحد ما افتكر بس. فتعالى هنا كده. اس اس اتش روت ات 192 168 126 254 كلام زي الفل. بص كده ايه اللي حصل عندك؟ عملت لوجن اهو. طيب تعالى الاول نتاكد كده من الباكج هي انستولد ولا لا. ار بي ام داش كيو اي جريب داش اي اس اس اتش. عندك الباكج اهي اوبن اس اس اتش سيرفر شايفينها، وعندك اوبن اس اس اتش كلاينت. خلاص؟ طيب كلام جميل. وبرضه هتلاقي على اوبونتو هنا في عندك دي باكج داش ال جريب داش اي اس اس اتش اهو. عندك اوبن اس اس اتش كلاينت واوبن اس اس اتش سيرفر. طيب زي الفل برضه مفيش مشكله. طيب ملفات الكونفجريشن فين؟ ملفات الكونفجريشن بتاع الاس اس اتش اللي هتلاقي تحت اي تي سي اس اس اتش. دي ملفات الكونفجريشن بتاعتك. طيب كلام جميل برضه. تعالى قبل ما اعمل اي حاجه كده، ده بالنسبه ده بتاع الماشين كلها، ده بتاع الماشين عامه. طب بتاع اليوزر سبيسيفيك؟ بالمناسبه بتاع الماشين نفسها بس عندك الكي بتاع الماشين كلها اسمه اس اس اتش اهو. هتلاقي عندك هوست، هتلاقي عندك ايه دي اس اي اندرسكور كي. لو جيت فتحته كده ده الكي بتاع الماشين المعمول بايه؟ بالديجيتال سيجنتشر الجوريزم. ده البرايفت كي بتاعه. طب والبابليك فين يا ريس؟ هتلاقي امتداده الباب ده البابليك كي اهو.
وبنفس الحكاية عندك للار اس اي الجوريزم اهو، ده الار اس اي، وبرده الار اس اي له مين حضرتك؟ له البابليك بتاعه. خلاص طيب كلام جميل. طب دلوقتي انا عايز اجنريت ايه؟ اجنريت اس اس اتش كي لمين؟ لليوزر اللي انا شغال عليه. اولا الاس اس اتش كيز هتلاقيها في قلب فين؟ هتلاقيها في نفس الهوم دايركتوري بتاع اليوزر، فولدر اسمه دوت اس اس اتش اهو. مفيش عندك الا ملف اسمه دوت نون هوست، هنتكلم عليه كمان شويه. المهم انا شغلتي دلوقتي اعمل ايه؟ اعمل كيز، اعمل كيز دلوقتي. في عندك اس اس اتش داش كيجن اس اس اتش كيجن، كنت اقول له داش تي دي اس اي او داش تي ار اس اي. خلاص لو سبته كده من غير اي حاجه عندك اوتوماتيك هيروح لمين؟ هيروح للار اس اي. وقال لك انا هحط الكي بتاعك فين حضرتك؟ هسميه اي دي اندرسكور ار اس اي، فين؟ فروت دوت اس اس اتش اهو. خلاص يبقى لو انت ما اخترتش نوع الالجوريثم اللي انت شغال بيه، سواء انت شغال دي اس اي او ار اس اي، اوتوماتيك هيروح لمين؟ هيروح للار اس اي دلوقتي. طيب كلام جميل، تعالى ماشي هنختار ار اس اي يا سيدي. قال لي اديني الباس فريز. الباس فريز دي لايه؟ لايه؟ بص كده الباس فريز عندك نفس اللي احنا عملناه قبل كده. انت عندك بابليك كي وبرايفت كي هنا اهو، بابليك كي وهنا سيكريت كي او برايفت كي. كل مره تيجي تستخدم السيكريت كي هيسالك على مين حضرتك؟ على الباس فريز. بس كده نفس الفكره، ملوش دعوه خالص بابليك كي بتاعك. طيب حلو، تعالى نستخدمه من غير باس فريز وبعد كده نستخدمه باس فريز اهو. قال لك انا عملت لك يا عم كي جديد، والكي ده طلعت لك الكي الفينجر برينت بتاعته اهي، وده لروت ات ميل دوت مصطفى دوت كوم، والكي راندومارت ايمج ده الايمج بتاعته اهي. طيب زي الفل، تعالى كده نعمل ايه؟ نبص كده على الدايركتوري بتاعتك ايه اللي حصل فيها. فينجر برنت وات مين؟ حلو قوي، احنا قلنا لكل كي عندك حتى في الجي بي جي، فاكر الجي بي جي كان، الجي بي جي كان ايه؟ كان له ايه؟ كل كي في الجي بي جي له حاجه اسمها كي اي دي. ايه الكي اي دي ده؟ قلنا ده رقم بيعرف الكي بتاعك. خلاص؟ طيب الكي اي دي دون له كمان معلومة تانية اسمها الفينجر برنت. الفينجر برنت دي بالظبط عاملة زي بصمة الصباع، زي بصمة الصباع. خلاص؟ أنت بني آدم صح؟ ليك إيه؟ ليك شكل، ليك وش، وشك هو ده، ممكن تعتبر إن وشك ده هو الكي، أو جسمك كله ده الكي بتاعك، ده الكي كامل. طب إيه الكي أي دي؟ الكي أي دي اللي هو رقم بطاقتك. طب إيه الفينجر برنت؟ الفينجر برنت اللي هو بصمة صباعك. عمرك ما هتلاقي رقم اتنين لهم نفس رقم البطاقة، ولا عمرك هتلاقي اتنين لهم نفس ايه؟ لهم نفس الفينجر برنت. طب انا عايز اعرف الفينجر برنت بتاع اي جي بي جي عندك. لو عايز تعرف الفينجر برنت بتاع الجي بي جي، تعالى كده لو انت فاكر الجي بي جي داش داش ليست كيز اهون اهو، قال لك الكي اي دي ده رقم البطاقه بتاع مين؟ بتاع الكي ده. طيب مان جي بي جي لو جيت تقول له هنا داش داش فينجر برنت، تقول له جي بي جي داش داش فينجر كانت ايه يا سيدي؟ كان في داش ولا لا؟ لا مفيش داش. جي بي جي داش داش فينجر برنت الكي اللي هو كام؟ اهو بص كده ايه اللي حصل عندك. قلت له هات لي الفينجر برنت بتاع الراجل رقم بطاقته كذا، راح قال لك الراجل رقم بطاقته كذا اهو، ده الكي فينجر برنت بتاعته، ده بصمه صباع اهو. عمرك ما هتلاقي كي او اتنين كيلو من بصمه الصباع، مستحيل. يبقى ده كان الكي اي دي، وده نوع الالجوريزم اللي هو الار، ده ار اس اي، وده الكي سايز قد ايه؟ 1024. وبعد كده ده من حضرتك ده الفينجر برنت بتاع الكي. خلاص اعتبر ان الفينجر برنت بتاع الكي ده هو بصمه الصباع بتاعته. اتفقنا؟ مستحيل، من شبه المستحيلات تلاقي اتنين كي بنفس الكي اي دي، مستحيل انسى.
ايوه زي ما رقم بتاع بتاعتك يونيك. انت تعرف حد في بلدك كلها معاه نفس رقم البطاقة؟ لو تعرف قول لي. نرجع لموضوعنا بتاع الاس اس اتش بقى. لو جيت تقول له كده ال اس دوت اس اس اتش عندك، ظهر عندك ملفات جديدة زي اي دي اندرسكور ار اس اي واي دي اندرسكور ار اس اي دوت باب. كلام جميل. لو جيت تفتح كده فيم دوت اس اس اتش اي دي اندرسكور ار اس اي، ده البرايفت كي بتاعك. الملف ده المفروض حضرتك تعمل ايه؟ تخلي بالك منه جدا، لان ده لو اتسرق مع السلامه لبست نفسك في الحيط خلاص. وده مين حضرتك؟ ده البابليك كي بتاعك. اتفقنا؟ طيب كلام جميل زي الفل. تعالي بقى هنا كده، في كمان ملف ثالث احنا ما خدناش بالنا منه اسمه نون هوستس. نون هوستس لو قلت له كده فيم دوت اس اس اتش نون هوستس، ده ايه نون هوستس ده؟ نون هوستس ده حضرتك كل مره، كل مره حد بيحاول يعمل كونكت عليك، كل مره حد بيحاول يعمل كونكت عليك بتروح انت واخد البابليك كي بتاعه حاطه فين حضرتك؟ اهو في الملف ده. بص كده قال لك واحد من الاي بي من 1105 حاول يعمل كونكت عليا، حطه في نون هوستس. ومين كمان؟ واللوكال هوست نفسه والمكنه اللي هي 133. عندك 3 كيز هنا اهو. طب لو انا شلتهم الملف ده ولا اي حاجه، انت شلتهم اهو. بص لو انت جيت تعمل كونكت تاني من هنا مره تانيه قلت له كده اس اس اتش لروت ات 192.168.126.133. لا كان 254. لا المفروض عكسي صح، المفروض عكسي من هنا اس اس اتش روت 192.168.126.133. بص كده ايه اللي حصل؟ قال لك انت حاولت تعمل كونكت على هوست انت مش عارفه، انت حاولت تعمل كونكت على هوست انت مش عارفه، والهوست ده الكي اي دي بتاعه كذا كذا كذا. عايز تكونكت؟ انت متاكد من الكي دون؟ انت متاكد من الكي ده؟ هتاكد من الكي عن طريق مين حضرتك؟ عن طريق الفينجر برنت بتاع الكي ده. يبقى شفت بقى، يبقى مش اي هوست كده حتى الكونكت عليه كده مع السلامه وانت يعني وانت مطمن. ليه بقى؟ تعالى كده اديك مثال صايع جدا، يعني صايع جدا جدا، دي بتحصل في الحقيقه على فكره. المثال اللي اقول لك عليه بيحصل في الحقيقه كتير قوي. بص كده يا سيدي، حضرتك بتكون شغال في البيت كده وانت مزاجك زي الفل، ادي الانترنت عندك والباشا النجم قاعد لي كده في البيت قاعد مزاجه حلو وقاعد ماسك لي كوبايه النسكافيه بتاعته وبيكونكت على سيرفر بره مصر او في الشغل بتاعه، بيكونكت عن طريق الاس اس اتش وادي السيرفر موجود هنا. السيرفر ده الاي بي الخارجي بتاعه مثلا كام يا سيدي؟ كام كام كام؟ 78 16 18 1. حلو جميل. هيروح جاي واحد هنا كده، انت متوصل على سويتش مثلا ولا حاجه، ولا على راوتر ولا على اي حاجه، ولا عن طريق اكس بوينت ولا وايرلس ايا كان يعني، وهيروح جاي متوصل معاك على نفس السويتش. بس المره دي بقى الراجل ده اليوزر العادي وده اليوزر الشرير او الاتاكر اللي جاي لك، وهتلاقيه طلع له اسنان كده وانياب عشان ايه؟ تدل على ان الراجل ده شرير يعني. حلو. الراجل ده هيروح جاي كده في الشبكه بتاعتك دي اللي انت متوصل فيها ويعمل ايه؟ ويروح عامل حاجه اسمها دي ان اس بوفنج. انت بتكونكت على السيرفر ده، السيرفر ده كان اسمه مثلا دبليو او سمهولي سيرفر دوت مصطفى دوت كوم، ده اسم السيرفر. حلو الكلام. انت غالبا مش هتكونكت بالاي بي بتاعه. هيعمل ايه الراجل ده؟ هيعمل حاجه اسمها دي ان اس بوفنج. ايه دي ان اس بوفنج دي؟ دي ان اس بوفنج دي اتاك بيروح جاي كده بيخليك تشوف الاسم ده باي بي مختلف بدل الاي بي الاصلي بتاعه. المفروض ده الاي بي الاصلي. انت بكل سذاجتك هتيجي تعمل ايه؟ هتكونكت عن طريق مين؟ عن طريق الاسم ده. بس المره دي بدل ما كنت هتروح للاي بي ده هيعمل لك ريدايركت على اي بي داخلي 192.168 مثلا دوت 5 او دوت 0 دوت 5. ها وحضرتك بكل بساطه هتكونكت من غير اي مشاكل، وتروح جاي مدخل اليوزر نيم والباسورد، يكون هو راشق لك على المكنه دي كده
ارسل لك على المكنه تكونكت عليها بالغلط ديت، المكنه دي ممكن تكون عباره عن فيرتشوال ماشين عنده. اي ابلكيشن يعمل ايه؟ ياخد الكي بتاعك او ياخد الباسورد انت دخلتها ديت ويحطها على المكنه دي بس خلاص، يروح مطلعها له. مش مصدق كلامي؟ خش على اليوتيوب وشوف البلاوي اللي بتحصل، خش على اليوتيوب وشوف حضرتك هتلاقي بلاوي. ماشي؟ فانت بكل سذاجتك هتعمل ايه المره دي؟ هتقول كونكت، هيقول لك مش عارف اكونكت، هتقول ايه ده؟ انا ما رضيتش اكونكت ليه؟ تفتكر ان انت دخلت اليوزر نيم والباسورد غلط بس انت دخلتهم صح. ايوه انت دخلتهم صح، بس هو كان عامل ايه؟ كان عامل دي ان اس بوفنج، بمجرد ان هو بياخد اليوزر نيم والباسورد على ما انت تيجي تعمل ريكونكت تاني بيرجع الريكورد بتاع الدي ان اس مره تانيه لاصله، فتيجي تكونكت تاني مره ايه اللي يحصل؟ يكونكت زي السكينه في الحلاوه من غير اي مشاكل. فانت كل ما تفتكروا ان ايه اللي حصل؟ ان انت عملت كونكت ودخلت يوزر نيم وباسورد بغلط، بس انت في الحقيقه كنت شغال ايه؟ كنت شغال مظبوط، بس هو بدل ما كنت بتروح للسيرفر الحقيقي ده انت عملت ايه؟ انت رحت للسيرفر وهمي. طب انا كنت اتاكد من الحكايه دي ازاي؟ كنت اتاكد من الحكايه دي ازاي؟ عن طريق الفينجر برينت بتاع الكي ده يا سيادتك. عرفت ايه ازمه الكي فينجر برينت ده؟ خلاص؟ يبقى انت مش هتكونكت كده على اي حاجه في الدنيا وانت عامل زي اللعمه. لا، ما تلبسش نفسك بقى، خليك فاكر يعني. طيب، كلام جميل. يبقى كل مره انت بتحاول تكونكت على سيرفر، كل مره انت بتحاول تكونكت على سيرفر او على ماشين ايا كانت الماشين دي، بتروح واخد البابليك كي بتاعها حاطه في ملف عندك ككلاينت اسمه ايه؟ في الملف اللي اسمه نون هوستس. لكل مكنه هتلاقي ليها ايه؟ البابليك كي بتاعها. ده بالنسبه لمين حضرتك؟ ده بالنسبه للكلاينت. خليك فاكر الحكايه دي. يبقى الكلاينت هو اللي بيخزن البابليك كي بتاع السيرفر. خليك فاكر. ماشي؟ طيب هقول له ماشي يا عم، خزن الايه؟ الكي ده. تقريبا السيشن فصلت؟ لا. بص ايه اللي حصل عندك؟ قال لك السيشن كلوزد باي البوست ده. عارف ليه؟ لان انا حاولت اعمل كونكت لمده طويله، كان بقالي كام دقيقه دلوقتي. خلاص؟ اعمل كونكت تاني. لو جيت اقول له اهو عمل كونكت اهو، تعمل لوج اوت. لو جيت اقول له افتح لي الملف ده تاني، بص ايه اللي حصل؟ قال لك انت حاولت قبل كده في الماضي تعمل كونكت على المكنه اللي هي اي بي بتاع 133 دي، وكان الكي بتاعها البابليك كي بتاعها اهو. طب لو انت جيت بقى، لو انت جيت بقى عند المكنه دي هوب، قلت له كده ال اس دوت اس اس اتش، تعال كده لو انت عملت جنريت بقى لغيرت البابليك كي او غيرت الكيز الموجوده على المكنه دي او عملت كي جديد لليوزر، لو جيت انا قلت له اس اس اتش داش كيجن، لو جيت كونكت مره ثانيه هيكونكت صح؟ طيب امتى بقى الكلام ده هيتغير وهيحصل عندك مشكله وهيطلع كده يديك في وشك بالقلم؟ لو البابليك كي ده سيادتك اتغير. يعني تعال الاول كده امسح لي نون هوستس ده، امسح ده خلاص، وتعالى كونكت مره ثانيه اهو، المره دي جاب البابليك كي بتاع مين سيادتك؟ جميل قوي زي الفل. اعمل لوج اوت، تعالى هنا بقى فيم دوت اس اس اتش، شوف الكي اي دي اندر سكور اس اي دوت باب. كلام جميل. فين يا سيدي؟ اعملها لكم ازاي؟ اعملها لكم ازاي؟ عايز مثال 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 بسرعة كده.
لا عايز مثال يكون يعني ميك سنس، يعني حاجة تفهموها. طيب تعالى نفتح كده. انت كنت مخزن اي بي المكنة اللي هي 133 ديا، ده اي بي المكنة اللي هي 133. حلو قوي. بص كده بقى دلوقتي انا هروح جاي وهغير الايه، الكي بتاع المكنه اللي هي 133 ده، هغير الكي بتاع المكنه اللي هي 133 ده. خلاص حلو. انا عايز اغيرها عند السيرفر مش عند الكلاينت. يعني لو انا جيت هنا كده سلاش اي تي سي اس اس اتش اهو يا عم، اهو انا ليه تعب نفسي عند السيرفر اهو اللي هو المكنه دي. تعالى كده عامل ريبليس للبابليك كي بتاع السيرفر ده بايه؟ بكي انت عامله اصلا قبل كده، سي بي دوت اس اس اتش اسمه ايه، كان اسمه اي دي اندر سكور ار اس اي، حطه تحت اي تي سي اس اس اتش اس اس اتش هوست ار اس اي دوت كي. خلاص. ومين كمان؟ وده دوت باب وده دوت باب. خلاص. يبقى كده البابليك كي والبرايفت كي بتوع السيرفر ايه اللي حصل لهم؟ اتغيروا دلوقتي. في مشكله؟ تحب اثبت لك؟ افتح كده اي تي سي اس اس اتش اس اس اتش هوست ار اس اي دوت كي دوت باب. ادي البابليك كي بتاع مين حضرتك؟ ده بتاع المكنه دي دلوقتي، وبتاع والنون هوستس كان فيه ايه دلوقتي عند المكنه دي؟ يلا يا سيدي حركة تقف. النون هوست اهون كان اخره بينتهي بكام؟ سي اي اتش. كلام جميل. ده كده الاثنين اتغيروا. حلو قوي زي الفل. تعالي بقى هنا كده لو جيت تعمل اس اس اتش مره ثانيه، هذا الكي اتغير اهون. بص ايه اللي حصل عندك، طلع اداك في مناخيرك وقال لك يلا يا ابني هنا، انت مجنون الحق. قال لي ريموت هوست ايدنتيفيكيشن تشينجد، قال لك الكي بتاعك ده اتغير. It is possible that someone is doing something nasty. Someone could be eavesdropping on you right now. Man in the middle attack. وخليك فاكر المصطلح ده. MITM. Man in the middle attack. It's also possible that the RSA host key has just been changed. ولك احتمال ما يكونش فيه اتاك ولا نيلة. ده احتمال يكون بس الكي تشينجد. والكي فينجر برنت بتاع الهوست اهو جديد بقى اهو قدامي. بليز كونتاكت يور سيستم ادمنستريتور، كلم السيستم ادمن بتاعك ولا يشوف المشكله دي ويحاول يقول لك عليها ايه اللي فيها. خلاص كده. طيب خدت بالك من الحكايه دي؟ كلام جميل. طيب زي الفل. طب انت عشان تحل المشكله دي، لو انت متاكد، لو انت متاكد ان الدنيا تمام والكي ده انت اللي مغيره بنفسك، لو انت مش متاكد طبعا استنى بقى عندك، استكشف الامور واعرف ايه اللي بيحصل. طب لو انت متاكد خش دوت نون اس اس اتش نون هوست ده جوه دوت اس اس اتش، امسح الكي ده واعمل كونكت مره ثانيه، هيبدا يقبل الكي ويخزنه عنده من اول وجديد كانه اول مره بيعمل كونكت. مش كانه، فانا اول مره بعمل كونكت مستخدما الكي ده، عمل كونكت زي الفل اهو. والمره دي هتلاقي نون هوستس اتحط فيه من حضرتك، اتحط في الكي الجديد بس. خلاص. صعبه الحكايه دي؟ لو انت مش متاكد شوف انت بتكونكت على سيرفر ايه سيادتك، ممكن يكون حد بيلبسك قبور دلوقتي فانت مش هتستنى لحد ما تلبسه، اعرف انت بتكونكت فين. خلاص. في بذمتك حد في الدنيا شغال في مكان ما بيكونكت على مكنه هو اصلا مش عارفها ولا له اكسس عليها؟ ينفع بذمتك ده عقل دول؟ انت عايز تخيل شغال في شركه مالكش اكس على المكنه اللي انت رايح تكونكت عليها بالاي بي او بالنيم حضرتك، هتفرق بالاي بي ولا بالنيم دلوقتي؟ ما كده كده الكي اتغير. ما هو الراجل اتاكر ده هياخد البابليك كي والبرايفت كي منين؟
ايه يا سيدي كمان، ايه تاني كمان. بص بقى، انا عايز دلوقتي ايه المشكلة القائمة بقى دلوقتي؟ ايه المشكلة القائمة؟ شلني، ما هو انا ناقصك، شلني ليه يا ابني؟ مشكلة اساسا يا ابني، ده سيرفر عندك في الشغل، يعني المكنة دي سيرفر عندك في الشغل، لو انت اللي ما كنتش غيرت الكي يبقى في مشكلة فعلا. روح على المكنة دي او روح شوف انت بتكونكت على المكنة القديم بتاعها كام اصلا، لو انت كنت غيرت الكي خلاص. هلا انت هتكونكت على مكنة انت اصلا مش عارفها بذمتك؟ ده عقل يعني يا عم؟ انا مش ناقص شلل وحياة ابوك، هتقني. قلناها 100 مرة قبل ما تسأل نفس السؤال، لو انت كنت متأكد من الكي ده خلاص عدي الموضوع وامسح اللي في نون بوستس، لو انت ما كنتش متأكد من الموضوع شوف انت بتكونكت اصلا على ايه. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل ايه يا سيدي؟ انا عايز اعمل لوج من مكنة لمكنة تانية من غير ما ادخل، من غير ما اكتب يوزر نيم ولا باسورد. ايه رأيك في الحكاية دي؟ مستخدما الكيز، عايز اعمل لوجن المكنه لمكنه تانية مستخدما الكيز. ازاي؟ قال لك خد البابليك كي بتاع اليوزر ده حطه على المكنه اللي انت عايزه يخليه يعمل لوجن عليها، بس حطه في ملف اسمه اوثورايزد كيز. خلاص؟ طيب عندك حاجه من اتنين، يا اما تعمل الكلام ده يدوي وهوريك تعمله يدوي ازاي، او تستخدم يوتيليتي هتعمل لك الكلام ده وتريح نفسك. ازاي يا سيدي؟ تعالى كده هقول له كده اس اس اتش، يا عم انجز اس اس اتش كوبي اي دي، وتقول له هتاخد انهي كي؟ هاخد اللي في قلب دوت اس اس اتش عندي اسمه اي دي اندرسكور ار اس اي دوت باب، وما تنساش دوت باب، لان انت لو جيت خدت اي دي اندرسكور ار اس اي بس تاخد البرايفت كي بتاعك كده هتودي نفسك في داهيه. خليك فاكر الحكايه دي عشان استكاره كده لما تغلط فيها، وهتبعته لمين؟ انا عايز ابعته للروت ات 192.168 دوت 126 دوت 133. قبل ما هنفذ الامر ده لو جيت اقول له كده ال اس دوت اس اس اتش عندي، مفيش عندي ثلاث ملفات اهو. بص بمجرد ان انا انفذه ايه اللي هيحصل؟ هيطلب مني الباسورد اول مره، انا دخلت الباسورد غلط، المره دي دخلت الباسورد صح، ايه مفيش حاجه حصلت. هقول لك لا 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 لا، بص كده ظهر عندك ملف جديد اسمه اوثورايزد كيز اهو، شايفه؟ ده الطريقه اللي هي اوتوميتد، بتريح نفسك بتجيب من الاخر. طب الملف ده بقى فيه ايه؟ الملف ده ما بقاش فيه اي حاجه غير ايه؟ البابليك كي بتاع الراجل اللي هناك اهو، اوثورايزد كيز. قال لك الكي اللي هضمنه بتاع الراجل اللي اسمه روت ات ميل دوت مصطفى دوت كوم اهو يا سيدي. خد البابليك كي بتاع الراجل ده حطه في الملف ده. طيب كلام جميل. طيب تعالى كده جرب اعمل اس اس اتش مره ثانيه بقى، اس اس اتش لروت ات 192.168.126.254 اسف 133. بص المره دي ايه اللي حصل؟ عمل لوج من غير ما يسالني على اي يوزر نيم ولا باسورد ولا اي حاجه. طب هو سالني كده على ايه؟ ده هو ما سالنيش، ده هو انت بتعمل اوثنتيكيت راح. بص انت بتعمل اوثنتيكيت بيوزر نيم وباسورد ولا بالكي ولا بايه بالظبط؟ لان الكي بتاعك هو في الاوثورايزد هوستس، فسمح لك ان انت تعمل ايه سيادتك؟ سمح لك انت تعمل ايه؟ تعمل لوجن من غير اي مشاكل خالص، ماشي كده؟ ماشي. طيب كلام جميل. في حاجة بقى عايز أقول لك عليها، في حاجة عايز أقول لك عليها، أوعى وأنت شغال في أي برودكشن، أي برودكشن سيرفر أيا كان، أوعى تسمح بحاجة زي كده إلا لما تكون حاجة ضرورية جدا جدا جدا. خلاص؟ طيب ليه الحركة دي؟ أو هقول لك تعملها إزاي. تعالى كده امسح rm.ssh داش ار اف وتعالى اعمل كي جديد اس اس اتش كيجن. المرة دي بقى هعمل باس فريز،
خلاص تعال المره دي برضو اعمل ايه، هعمل كوبي اي دي لمين؟ للكي ده المكنه الجديده اهو. المره دي سال لي بس عن باسورد لان اسوريس نص كانت مسح. كلام جميل. بص بقى كده المره دي لو جيت اعمل لوجن مره تانية، عمل لوجن. امال ايه يا عم؟ ايه؟ لا عكسيا بقى، عكسيا. انا دلوقتي ما استخدمش برايفت كي، انا استخدمت البابليك كي بس. طب ازاي بقى؟ تعالى هنا كده اعمل العكس بقى كده وشوف اللي هيحصل عندك. اس اس اتش كوبي اي دي داش اي دوت اس اس اتش اي دي اندر سكور ار اس اي دوت بوب لروت ات 192.168.126.254. ماشي يا عم. خلاص كلام جميل. تعالى بقى اعمل لوجن كده مره ثانيه. اس اس اتش روت ات 192.168.126.254. بص كده عمل ايه؟ سالك على مين دلوقتي؟ ما سالكش على الباسورد بتاع الاكونت ده. هو خلاص عارف ان الكي الفلاني دون ده مسموح له ان هو يعمل لوجن عندي، بس البابليك كي بتاعك اللي مسموح له ده عشان البابليك يشتغل مين لازم يشتغل هو كمان؟ البرايفت. طب البرايفت بتاعك ايه؟ الباسورد بتاعته او الباس فريز بتاعته لازم تدخله الباس فريز دلوقتي، مش الباسورد بتاعتك هي اللي مطلوبه. اللي مطلوب دلوقتي هي الباس فريز اللي مطلوبه عشان تستخدم بالبرايفت كي. خليك دايما فاكر في اي برودكشن انفيرومنت الا لو كان مسموح اعمل باسورد لس اس اس اتش لوجن. الاس اس اتش لوجن اللي من غير يوزر نيم ولا باسورد ولا من غير باس فريز بيسموه باسوردلس اس اس اتش لوجن. طيب في الطبيعي ما تسمحش باسوردلس خالص، يبقى تسمح ببابليك كي وبرايفت كي مستخدما مين حضرتك؟ مستخدما الباس فريز. خليك فاكر الحكايه دي عشان ما تضيعش الدنيا عندك يعني. خلاص ليه الحكايه دي؟ لان لو جه واحد سرق البابليك كي والبرايفت كي بتوعك ممكن بعد كده يعمل لوجن لاي حته هو عايزها في الدنيا. طبعا لان في الحاله الطبيعيه في اي سيرفر بيكون الادمن او الروت اللي موجود عندك ده بيسمح لنفسه ان هو يلوجن على كل السيرفرات، وعمل الدنيا كلها اوثورايزد كيز ومظبط نفسه ان هو يلوجن على طول مره واحده. فلو جه حد سرق البابليك كي والبرايفت كي بتوعه وهو ما كانش البابليك كي والبرايفت كي عليهم باس فريز، ايه اللي هيحصل؟ هيلبس الشركه كلها وهيلبس نفسه في شجره زي الفل. خلاص خليك فاكر الحكايه دي دايما يعني. ماشي كده؟ ماشي. طيب عشان ننجز بقى ونخلص، ملف الكونفجريشن بتاعك بسيط جدا. ملف الكونفجريشن بتاعك بسيط جدا. لو جيت تقول له كده فيم اي تي سي اس اس اتش اس اس اتش دي اندر سكور كونفج، ده ملف الكونفجريشن بتاع الاس اس اتش ديمون. هنا هو البورت بتاع الاس اس اتش عندك اسمه بورت 22، والبروتوكول بتاعك اللي انت شغال بيه بروتوكول 2، والليسن ادرس لو انت عايز تلسن على ادرس معين، اسمع على اي بي معين لو انت عندك اكتر من اي بي، لو سبتها باي ديفولت بيلسن على كل ادرس اللي موجوده عندك. الهوست كي هو خلاص. ايه تاني؟ اللوجن جريس تايم. اللوجن جريس تايم ده خلي بالك بيه، اللوجن جريس تايم 120. ايه 120 دي؟ 120 ثانية. يعني ايه؟ يعني لو واحد حب يعمل لوجن وما دخلكش أي حاجة لمدة دقيقتين، اعمل ايه؟ اقفل السيشن وخليه انشيت السيشن من أول وجديد غصب عنه. بيرميت روت لوجن بقول لك يس. ايه بيرميت روت لوجن دي؟ اسمح للروت انه يعمل لوجن يعني عن طريق الاس اس اتش. في ناس بتخليها تعمل نو وبعد كده يعمل اس يو. ايه رايك في الحركه دي؟ حد فيكم خد بالي انا قلت ايه؟ تاني في ناس بتيجي تعمل على برميت روت لوجن ده تخليها نو، يجي الروت يعمل اس اس اتش لروت ات 192 مش عارف 168 كذا كذا، يعمل روت لوجن كذا يقول له لا ما تسمحلوش. امال اعمل ايه؟ كده هضطر ان هو يعمل اس اس اتش مثلا لمصطفى ات كذا الاي بي بتاعك، وبعد ما تعمل اس اس اتش كمصطفى بعمل اس يو على المكنه دي. خلاص خليك فاكر الحكايه دي يعني. ماشي. في عندك حاجه اسمها هوست بيزد اوثنتيكيشن، في عندك ار هوست، في عندك 100 اوبشنز غير طبيعيه هنا. طيب
عايز تجيب كل الاوبشنز بقى وتقراها، عيش حياتك مع نفسك. اس اس اتش دي اندر سكور كونفج، هتلاقي فيه كل البلاوي الموجوده في ملف الكونفجريشن ده. خلاص ماشي. في عندك كمان يا سيدي مش موجوده هنا صح؟ طب كلام جميل، تعال اوريك حركه سريعه قوي كده برضو. افتح لي ملف الكونفجريشن الظريف ده، ممكن اجي هنا كده هقول له برنت ام او تي دي. ام او تي دي معناها مسج اوف ذا داي، مسج اوف ذا داي. وتعالى كده افتح لي اي تي سي ام او تي دي، واجي هنا كده اقول له امسح لي الكلام ده. تقول هنا كده سيرفر از بروتكتد مثلا. تطبع له رساله كده ام او دي مينستري اوف ديفنس، يعني وزاره الدفاع. ولو انت مش عارف، لا لو انت دخلت بالغلط حاول تعمل لوجن او تكونتاكت الراجل الفلاني تقول له. ولو انت داخل فانت تتحمل المسؤوليه القانونيه وتقعد تكتب له الرسائل اللي هي الرزله دي. انا مفيش فيها نفس بصراحه اقعد اكتب الحاجات دي، يعني ما عنديش الخلق ان انا اعملها. بص كده كل مره دلوقتي ايه اللي هيحصل بعد ما عدلت الملف ده؟ لازم تعمل ايه؟ سيرفيس اس اس اتش دي ريستارت اس اس اتش على اوبنتو، على ريد هات اسمها اس اس اتش دي. يا تعالى انا كده اعمل لوجن اس اس اتش. ايوه انا بقول لك عليها اهو، ما انا عارف ان هي صح، ما انا بقول لك عليها والله يا سيدي. انجز اس اس اتش دي او اس اس اتش تاني مره تانيه كده. طيب ليه ما طلعتش بقى؟ ليه ما اتطبعتش؟ ارجع تاني هنا كده. vim etc profile عندك باش لوب باش ار سي. دي هنشوف انهي ملف مسؤول عن الحكايه دي. طب هي ليه انا ما عملتش سيف ولا ايه يا جدعان؟ انا ما عملتش سيف ولا ايه؟
انا عملت سيف تقريبا ليها يعني، على ما اعتقد يعني انا بذكاء الفتاك عملت لها سيف. خلاص برافو عليا. عدل تاني ام او تي دي اهي اند خلاص. بعد كده اعمل له جوت. يلا يا وحش، انا ليه عملت له جوت من المكنه دي؟ طيب حلو قوي، حاول تعمل لوجن كده على 133 تاني. برضو هلا ايه اللي بيحصل هنا؟ والله عملت لها ريستارت. طيب هتأكد بس من حاجة، اعمل لوجات بس من هنا عشان اشك في اوبونتو اساسا، يعني انا عامل حركة صايعة. خلاص etc sshd underscore config ssh SSHD مش موجودة. من 5 SSHD underscore config print message of the day أهون. فهم etc motd service sshd restart. بس خلاص تعالى هنا كده، حاولت اعمل لوجن ssh root at 192.168 126.254. بص ايه اللي حصل، طلعت رسالة زي السكان في الحلاوة من غير أي مشاكل. طيب اللي كان بيحصل بقى على أوبونتو، إن تقريبا في سكريبت أوبونتو عاملاها أوتوماتيك بتطلع مين حضرتك، بتبعت نفس الرسالة لـ MOTDD. خلاص هي فين بقى السكريبت دي؟ ده اللي عايزك تستكشفه دلوقتي، شوف بتيجي منين يعني. grep dash i r m o t d من استريك. بس خلاص، بس شفت الحركة الساعة دي، شفت اوبونتو ولاد اللذينة تعمل ايه؟ اوبونتو دي بتروح جاية فين 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 فين؟ عندك ام او تي دي ضد دي اهي، فيم اس اس اتش اس اس اتش دي اندرسكور كونفيج. فين حاجه برنت ام او تي دي؟ هنا اهي. فين ده بنوم؟ هنا اهي، هات لي دي كده هنا. اعمل لي خلاص، ده اول واحده. بعد كده فيم ابديت داش ام او تي دي، شايف انت الحركه الساعه بتاع اوبونتو دي؟ في عندك ايوه، امسك بقى ده الهيدر بتاعها. لو عايز تغير اللي هي رساله ويلكم تو كذا 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 وديستريبيوشن ديسكريبشن يو نيم داش او، عارف انت، وايه كمان ده الهيدر بتاعها. ولو عايز تجيب الريليز
صحينا بتاع اوبونتو وربنا ايش ايه كمان. وعندك 10 ده هيلب تكست. عرفت ازاي؟ هتتعلم الكلام ده يعني، مسيرك تتعلمه اهو. عايز تغير الكلام ده بقى، خش غير الكلام ده يا نجم. دي مجرد سكريبت كل شويه بتعمل ايه؟ ابديت لمسج اوف ذا داي يعني. مش فاهم اي حاجه. بص يا سيدي، انت دلوقتي جيت في قلب اوبونتو كده، رحت معدل الملف ده ام او تي دي. الملف ده هيفضل يتعدل، هتعدله وهيبقى تمام معاك وهتعمل له سيف. اول ما هتقفل الملف ده اوتوماتيك هيروح معدي على سكريبت جوه ام او تي دي اهو، ابديت داش ام او تي دي، ينفذ كل اللي جواها السكريبتات دي عشان يرجع لك الملف ده لاصله مره ثانيه. فانت كده زي ما تكون بتنضح في بحر. اسهل حاجه تعملها ايه؟ خش جوه ابديت داش ام او تي دي دوت دي، عدل الملفات دي والعب معاها. والله انا اول مره اشوفها دلوقتي يعني، اول مره اشوفها. خلاص طيب، جبتها منين؟ انا حاسس ان في حاجه فيه غلط في المشكله عندي. رحت داخل جوه اي تي سي وقلت له جريب داش اي ار ام او تي دي من استريك، الحاجه اللي فيها سيره الملف. راح داخل لف في كل الملفات وجاب لي كل الملفات اللي فيهم نفس الكلمه دي. البام دي لسه هنتكلم عليها ان شاء الله قدام، بس هي اكيد فين؟ اكيد في قلب الاس اس اتش كونفجريشن او في مكان ما اهو. امسك عندك، جبتها من قفاها اهي. خلاص ما عملتش لا سحر ولا اعجاز يعني. طيب عشان ننجز بقى كمان، الاس اس اتش مميزاته كمان يا سيدي، بيديك ان انت تنفذ امر على مكنه من غير ما تعمل لوجن هناك، مش لازم تفتح سيشن كامله هناك. ازاي؟ ممكن تقول له كده اس اس اتش يلا يا وحش. طيب على الوحش يقوم تقول له كده اس اس اتش لروت ات 192.168.126.254 كده، واعمل لي الكوماند اللي اسمه ال اس. ميتين اربعة وخمسين واضح ان هي خلاص ضاعت يعني، خلاص 254 بتموت. بص ايه اللي حصل، راح اعمل ال اس. ال اس ده موجود فين؟ او ال اس نتيجة الملفات دي موجودة فين؟ دي موجودة عند المكنة دي عند 254. خلاص يعني انت لو جيت عملت ال اس بتاعتك دي هتلاقي عندك ملفات تانية سي دي كده، دي ملفاتك اهي اهي عشان اكد لك بس. وتعال نفذ الامر ده تاني كده. بص دي ملفات مختلفه تماما عن مين؟ عن اللي كانت هنا عند حضرتك. يعني يو اف دي بي جارد ده كان موجود عند المكنه الاصليه مش موجود عند المكنه الثانيه. ماشين واحد وماشين اثنين كانوا موجودين عند الاثنين. بيكسي انستول عندك سيكريت دوت ايمج، سيكريت ايمج ده ما كانش موجود هنا. شفت؟ فانا بنفذ امر على مكنه ثانيه من غير ما افتح سيشن كامله هناك. بالمناسبه لو انت قلت له كده اس اس اتش لروت ات 192.168.126.254 هيحاول يعمل لك لوجن اهو، عمل لوجن. ولو شلت الروت ديا برضه هيعمل لوجن كروت. عارف ليه؟ اولا لو انت ما حددتلوش اسم اليوزر، لو انت ما حددتش اسم اليوزر اللي عايز تعمل بيه لوجن، اوتوماتيك بيشوف انت يوزر ايه ويحاول ياخدك هناك بنفس اليوزر اللي انت عليه. يعني ايه؟ يعني لو انت كنت عامل لوجن على المكنه اللي اسمها اوبونتو دي كاحمد، وحبيت لو انت كتبت كده اس اس اتش على اي بي المكنه مباشره على مكنه ثانيه، هيحاول يخليك تعمل لوجن كاحمد على المكنه الثانيه مباشره. خليك فاكر الحكايه دي. طيب مع الاس اس اتش دي بقى كمان في شويه يوتيلتيز جامده جدا جامده جدا، زي سكيور كابي مثلا. كنت تقول له كده سكيور كابي لملف معين، تقول له سكيور كابي مثلا تعال نشوف المكنه دي بقت معانا ولا خلاص، المكنه دي ماتت. تقول له كده سكيور كابي عندي ملف اسمه مثلا كان اسمه بيك سي انستول اس اتش ل 192.168.126.254. طيب خليك فاكر بقى لما تيجي تعمل سكيور كابي لازم تدي له الباث، وقبل الباث في ايه؟ في كولون عندك. خلاص؟ لازم تقول الباث. لو انت اديت له سلاش كده معناه عايز تحطه فين؟ في السلاش او في الروت فايل سيستم. طب لو قلت له مثلا حط لي في سلاش روت كده يبقى تحطه فين؟ في الفولدر اللي اسمه روت تحت السلاش. خلاص؟ اهو. طب لو عايز تكابي فولدر كامل هتقول له سكيور كابي مثلا عايز اخد اي تي سي مثلا من هنا احط تحت سلاش روت. هقول له سكيور كابي داش ار اي تي سي
سلاش اي تي سي عندي، حطها فين سيادتك؟ حطها تحت سلاش روت اللي هناك ديت. بص ايه اللي حصل، بدأ الملفات كلها بالكامل عندك، شايف النقل زي الفل اهو. صعبه؟ لو انت جيت رحت عند المكنه الثانيه دي كده، لو جيت تقول له قول لي اس اي تي سي بتتنقل اهي موجوده، جيت تقول له دي يو داش اس اتش اي تي سي بتاعتك دي، خلاص هو تقريبا كده خلص يعني، اهو نقل اهو فعلا خلص. ايه رايك؟ حلو صح؟ طيب ممكن تعمل كمان في طريقه تانية، ممكن تقول له اس اس اتش داش ال مثلا روت للمكنه اللي هي 192.168.256 داش ال معناها اللوجن، اللوجن نيم، اللوجن نيم بتاعك اس اس اتش داش ال كذا، زي بالظبط كانك قلت له اس اس اتش اهو روت ات، بس خلاص الاثنين زي بعض، روت ات كذا هي نفسها داش ال اسم اليوزر بعد كده الاي بي بتاع المكن او اسم المكن. صعبه الحكايه دي، او الفري كواليفايد دومين نيم مش فارقه معاك بقى، مش فارقه كونكت بايه، بالاي بي او بالاسم. خلاص اعتقد ان احنا كده غطينا الاس اس اتش في عجاله سريعه جدا. موضوع الاس اس اتش فوروردنج كده، تعالى لنا كده عند المكنه زي دي كده، عايز بس تفتح فايرفوكس، مش عارف فايرفوكس انستولد هنا ولا لا. انستولد هنا اهو، بص كده اهو، بص فايرفوكس هيفتح لك فين. فايرفوكس ده اصلا متسطب فين حضرتك؟ متسطب على المكنه اللي هي اللينكس، اللي هي ايه اللي هي كانت ايه عندك، كانت ريد هات. انا حبيت افتح فايرفوكس، بص كده استنى بس ما ربنا يديله الصحه ويقوم يعني، تقلقش ما تقلقش. بص كده ايه اللي حصل، فايرفوكس ده فتح منين سيادتك؟ فايرفوكس ده فتح من المكنه اللينكس، فتحها على مين؟ على ويندوز. بص حتى شكل الايقونات عامله ازاي، بص كده يعني انت يعني واخد بالك، بص حتى شكل المنيو عامل ازاي. لو جيت هتقول له كده فايل اوبن مثلا، اوبن فايل، هتلاقيه بيبراوز اللينكس فايل سيستم عندك، شفت؟ فتح لك برنامج الانترفيس على مكنه، والبرنامج بيكسكيوت على مكنه ثانيه خالص، ماشي كده؟ ده اللي اقصده بالاكس 11 فوروردنج ده. ماشي يا ريس؟ طيب اسيبكم بقى النهارده وايه؟ ونتفاهم بكره ان شاء الله. بس نبدا بكره ان شاء الله من بدري شويه. خلاص كده؟ يلا، اسبوع على خير بقى، وبكره يبقى في ضرب نار عندكم ان شاء الله. ده انا والله ما كنت قادر النهارده خلاص، ما كنتش قادر فعلا. النهارده طول النهار كنت بلف في السفرات كان يوم يعلم بيها الا ربنا ايه. يلا اشوفكم بكره بقى باذن الله، ويوم بكره ايه؟ الناس تيجي فايقه وانا كمان اجي فايق، عشان ايه؟ نخلص الويب سيرفر ابن اللذين ده اللي مش عايز يخلص يعني. خلاص؟ لانه لو خلص مع حبه الحاجات اللي احنا خدناها دي يعني، يبقى انت كده ممكن تكون خلصت 70% او 80% من التراك. هيفضل لكم حاجات بسيطه جدا. عارف الفاير وول والسي دي يوكس ومش عارف والبام والسي بي رابس، كل دول يخلصوا في يوم ان شاء الله او يوم ونصين. ربنا يسهل. خلاص؟ يلا. صباح الخير. السلام عليكم.